للنادي الاهلي النهارده حراسه المرمى محمد الشناوي، عمر كمال، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، يحيى عطيه الله، مروان واكرم وامام، وفي الهجوم رضا سليم وطاهر محمد طاهر واسامه بعض. يعني التشكيل بيميل للتوازن ما بين الحته الهجوميه والحته الدفاعيه. يمكن عايز اقول لك انه لو انت بصيت للتشكيل، كولر لما بيجي يلعب بره في افريقيا بيعمل حاجه مهمه جدا، بيحول طريقه اللعب من 4 3 3 الى 4 1 4 1. 4 1 4 1 ازاي اقول لك؟ اول حاجه بيعملها كولر بينزل طاهر محمد طاهر جنب امام عاشور، وبينزل رضا سليم جنب اكرم توفيق، وبيضم اكرم توفيق وامام في القلب شويه، وبينزل مروان عطيه قدام السرد باكين، والناحيه الثانيه بيبقى وسام هو اللي كراس حربه. تمام؟ انت لما تيجي تلعب مع فريق في الاجواء اللي انت بتلعب فيها دي، فلازم يجب انك انت تحرك الكوره، والكوره اللي تتحرك اكتر من اللعيب ما يتحركوا. ليه؟ لانه قرب اللعيبه من بعض هيخليك تبقى يعني ايه، بتصارع الفرقه دي كويس قوي، لان الفرقه دي الميزه اللي عندها ان بتلعب لعب شامل، بتفتح الملعب او بيقربوا من بعض، بيلعبوا على الارض، ما بيستعجلوش الكور الطويله خالص، ما بيحبوهاش، بيبنوا من تحت كويس قوي. فانت لازم تعمل بلوك كويس، عشان تعمل بلوك كويس لازم يبقى بدايتك انت تديهم نص الملعب وتبدا من تحت. حته الضغط في الاجواء دي انا ما افتكرش ان ممكن مستر كولر يشتغل عليها. تعالى اخدك بقى للحته بتاعت الجناب. اولا في جنب رضا في عطيه الله مع امام مع طاهر، والناحيه الثانيه طاهر مع عمر كمال واكرم ورضا. ممكن رضا يلعب ناحيه اليمين او الشمال، تبادل مع او الشمال، ولكن انا بقول البدايه هتبقى رضا سليم ناحيه اليمين. ليه؟ لان طاهر محمد طاهر من افضل عناصر النادي الاهلي في الوقت الحالي، فما يغيرش مكانه. هو كان كويس في الناحيه الشمال قوي، افضل من الناحيه اليمين طاهر. فانت هتلاعب رضا سليم، ورضا سليم هيبدا اول مره يعني يلعب مباراه كامله، انت فاهمني؟ فانت ما تغيرش مكانين في وقت واحد، علشان حته ان طاهر شغال كويس، فانت ما تعملش الريسك انك انت تودي تغير مكان طاهر وتودي رضا سليم اللي لسه بادئ. اكيد الـ الـ الاجواء هتبقى صعبه على رضا شويه، لان رضا لعبه كل سبرنتات، فعلشان كده انت لازم تقرب المساحات كويس، لازم تلعب الكره سريع قوي عشان الرطوبه وعشان الجو. والحاجه الثانيه المهمه، حذاري من الكور الثابته، لانهم بيلعبوها كويس. رقم واحد، تتلعب الكورنر بيتحركوا بصوره جيده، الكروس بيتعمل على اعلى مستوى، بتلاقي في ناس تحت علشان الشوتينج. الماتش بتاع بوليسداد عندهم ناس بتشوت كويس قوي، الهدف الثاني او الاولاني افتكر اللي جه شوطه من بره منطقه الجزاء، يعني بيقدروا يسددوا كويس قوي. فانت ما تعملش كمان فاولات على ال 18، خلي الكوره دائما في النص الثاني من فرقه جنوب افريقيا. كابتن عماد، عايز ابتدي معاك بالناحيه الهجوميه للنادي الاهلي. فيها رضا سليم النهارده بيتم الدفع به لاول مره رغم مشاركته القليله جدا، دقائق في المباريات السابقه. طاهر محمد طاهر عدته مره اخرى، اسامه ابو علي. هل ممكن النهارده نشوف النادي الاهلي بيعمل طريقه جديده في فريق اورلاندو كله بيرتد، ونشوف مارسيل كولر بيعتمد على السرعات عن طريق رضا سليم زي ما الكابتن عادل قال عنده من السرعات، طاهر محمد طاهر واسامه ابو علي، ونشوف النادي الاهلي بيغير شكله خاصه في المباريات السابقه كان النادي الاهلي بيضغط من بدايه المباراه، فالنادي الاهلي ممكن يحصل تراجع وتقارب الخطوط ويشتغل هو في المساحات اللي تظهر في اورلاندو؟ مظبوط، يعني انا باكد على كلام الكابتن عادل في حته طريقه اللعب والنزول تحت الكوره، وانت مجبر في وجود درجه حراره عاليه ورطوبه عاليه، وكمان احنا مش متعودين، مش عيب يعني، ان انت دايما ماتشات الدوري هنا بالليل. طب اقرب مباراه الساعه 5، ما بتتحطش في الاجواء دي. ويا ريت النادي الاهلي في الظروف اللي زي كده، ولما تبتدي ماتشات افريقيا يكون في تنسيق مع الاتحاد، ان انت تلعب مباريات الساعه 3 على في ال 34 اسبوع، يكون عندنا 3 4 اسابيع او 5 اسابيع تقدر تلعب في مباريات الساعه 3، علشان نبقى في تعود في الاجواء اللي ممكن تاثر على نتيجة مباراة مهمة النهاردة للنادي الأهلي. اختيار التشكيل والعناصر اللي موجودة واللعب ممكن أكتر على التحولات،
واختيار رضا سليم على حساب حسين الشحات، واختيار عمر كمال في الجنب اليمين على حساب خالد عبد الفتاح. خلي بالك مباراه البنك الاهلي اللي فاتت لما حصل تغيير عمر كمال نزل هو رضا سليم عمل وجابها ممتازه في الناحيه دي. فده تركيز الجهاز الفني ودراسته الكويسه جدا اكيد لفريق جنوب افريقيا والمميزات والاخطاء اللي عندهم. انت احنا يعني لسه ما اتكلمناش على فريق اورلاندو في المشاكل الدفاعيه. فده سيناريو بالنسبه لمستر كولر، اختيار طريقه اللعب في احنا ما بين حبس كمدرب مع الحر ان انت تعمل ضغط عالي، ضغط عالي انت بتغير من الشكل 4 4 2 بيطلع امام عاشور مع وسام هو اللي بيعمل ضغط عالي. نزلت تحت الكوره فالشكل بيتغير ل 4 1 4 1 وزي ما قلت لك احنا عندنا قوه في نص الملعب في استخلاص الكوره لاكرم ومروان. وعندك جزء الاهم التحولات وده اختيار طاهر ورضا وعوده كمان اسامه ابو علي من اكتر الناس كراس حربة. الفروقات اللي ما بينه وما بين كهربا هو الضغط على المدافعين وان هو ازاي الراجل يقدر يقف كمحطه بناء ان انت تقدر تطلع عليه في الكوره الثانيه بمساعده كمان امام عاشور. دول اهم اربعه في الامور الهجوميه. لو احنا اخترنا طريقه اللعب او مستر كولر اختار طريقه اللعب ان انت هتنزل تحت الكوره وتسيب الاستحواذ والاستحواذ ده اسامه شيء مهم جدا لان الفرقه هو خلص مباراه بلوزداد بدري في خلال نص ساعه كان متقدم 2-0 قدر ان هو يسيب الكوره يسيب الاستحواذ لبلوزداد وقدر ينزل تحت الكوره هو اللي اشتغل على التحولات. فده اكيد درس كبير. هو سجل اهداف في الدقيقه 5 في الدقيقه حاجه و20 في نص ساعه كان 2-0 في الشوط الثاني لما دخل في جون ما تغيرش الاستحواذ يعني مش صن داونز اللي هو من الاساس من اول دقيقه بره ارضه جوه ارضه بيلعب على الاستحواذ. احنا هنبقى انت اللي هتدي للفرقه اللي قدامك الكوره يعني انت اللي هتسيب له الكوره باختيارك انت مش غصب عنك. لكن في الوقت اللي احنا نمسك فيه الكوره لازم نشارك في الاستحواذ بشكل قوي. عندك اللعيبه اللي تقدر تعمل الاستحواذ ده كويس عندك الخبرات وهنا جزء مهم جدا خبرات اللعيبه اللي موجوده معاك رامي ربيعه شناوي ياسر يحيى عطيه الله عمر كمال الخط الخلفي كلهم بسم الله ما شاء الله عندهم خبرات في نص الملعب مروان ومجهوده الكبير في نص الملعب ويقدر يخرج الكره لما نستحوذ على الكره في التلت الهجومي استحواذنا على الكره لازم يكون اكتر خاصه لوسام او رضا. يعني مش معنى ان احنا نتحط في مش هنشتغل طول 90 دقيقه في جزء دفاعي على مرتدات سريعه ولما نيجي نطلع تترد عليك مره ثانيه ونبذل مجهود في درجه حراره عاليه ياثر عليك فيما بعد. لكن الاهم برضو من كده دكه البدلاء. تمام لسه نتكلم عن دكه البدلاء وابرز اللعيبه اللي على دكه البدلاء النهارده خاصه احمد نبيل كوكا خارج قائمه النادي الاهلي اليوم سواء في الملعب او على دكه البدلاء تعرض لاصابه بنزف برد وبنقول له الف سلام. دكتور ثابت النهارده طريقه لعب اورلاندو ازاي هيواجه النادي الاهلي واهم مفاتيح اللعب اللي بيستغلها لاسباني خوسيه ريفيرا. يمكن انا التشكيل بتاع اورلاندو وصل لي فيه تغييرات في تغييرات عن التشكيل اللي كان موجود او اللي بداوا بيه. يعني هم تشكيلهم كانوا دايما بيلعبوا 4 2 3 1 النهارده هو مغير طريقه اللعب بيلعب ب 4 3 3. هو عنده احترام زياده النهارده او احترام طبعا للنادي الاهلي في طريقه اللعب ان هو حاطط اللي هو ديان هوتو اللي هو الباك ليفت رقم 7 دخله في وسط الملعب ونكوتا اللي هو اللعيب الصغير في السن اللي جاب جونين المتالق مقعده على الدكه وحاطط يعني 4 3 3 فده يعني في تغييرات كتير مغير الظاهرين متغيرين النهارده في تشكيل اورلاندو. اكيد عامل حساب كبير جدا للنادي الاهلي في التشكيل وبيلعب بثلاثه عامل تغطيه في وسط الكثافه عدديه في وسط الملعب بشكل كويس. انا شايف ان الفرقتين التشكيل من هنا ومن هنا الفرقتين دارسين بعض بشكل كويس قوي. يعني مدرب اورلاندو بيلعب بثلاثه في وسط الملعب خايف من النادي الاهلي وعامل حساب كبير جدا للنادي الاهلي. كولر عارف ان هم عندهم مشاكل على مستوى الظاهرين فحاطط رضا سليم بالسرعات والتالق في مباراه البنك الاهلي اخر 10 دقائق نزل كان لمسته للكره حلوه قوي. طاهر بالمستوى اللي عنده برده حته السرعات والقوه البدنيه فرضا سليم وطاهر يقدروا يعملوا ازعاج مع عوده المهاجم طبعا الشرس وسام ابو علي. اعتقد ان الثلاثه يقدروا يعملوا ازعاج لفرقه اورلاندو. لو استعرضنا الحالات هقول لحضرتك ابرز ايه فكر المدرب خوسيه ريفيرو الاسباني ده بيشتغل ازاي؟ ايه نقاط القوه اللي عندهم او هم اخطر حاجه النهارده الجناحين دايما بيدخلوا لجوه. يعني بص حضرتك أو ده طبعا نكوتا اللي هو النهارده حطه على الدكه النهارده هيبقى تغييره. اول حاجه معانا نكوتا مقسم المباراه النهارده مقسم المباراه وده لعيب هم عندهم اثنين من مواليد 2004 يعني عندهم 20 سنه كويسين جدا. نكوتا ومو فوكينج زي ما الكباتن اتكلموا عليه هو جاي له عرض من برشلونه وبرده معانا الخبر ان هو برشلونه بتتابعه وكان عنده ويلفرهامبتون السنه اللي فاتت وعنده سيلتيك الاسكتلندي ده برده كمل نكوتا كمل
هات اللي بعدها هتلاقي الظاهرين الجناحين بيخشوا لجوه ازاي، دي اهم لعبه. هات اللي بعدها الصوره اللي بعدها كمل ده نكوتا، كل ده حاجات نكوتا. هات الصوره اللي بعدها ووقف بقى، وقف هنا. ايوه بص هنا، بص يا كباتن هنا دايما الجناحين لجوه، الجناحين عكس فرق مثلا كنا بنلعبها في الاتحاد السكندري او فرقه ثانيه دايما الجناحين بيبقوا لبره، هنا الجناحين بيستغلوا الهاف سبيس، انصاف المساحات ما بين المساك والباك. فكولر النهارده رجع، اعتقد ان هو رجع لثلاثه في وسط الملعب عشان يقفل الحته دي. امام عاشور واكرم توفيق ومروان عطيه، يعني انا شايف ان هما الاثنين دايما الجناحين عنده، سواء موفوكونج اللي هو معاه الكوره او نكوتا الثاني اللي هو برده النهارده بادئ بواحد خبره شويه عن نكوتا احتراما للنادي الاهلي، فحاطط واحد عنده خبرات ونكوتا هينزله في الشوط الثاني. فالجناحين دايما، هات الصوره اللي بعدها بص هتلاقي ان هم عندهم ميزه كمان في التسديد من بره. النهارده اخطر حاجه على النادي الاهلي التسديد من مسافات، لازم الشناوي دايما واللعيبه اللي في وسط الملعب تضغط عشان امنع التسديده من بدري. ولازم النهارده بعد التسديد المدافعين لازم اعمل الفولو على محمد الشناوي عشان الكره وقعت يبقى احنا تاخد الكره الثانيه. في نقطة